سيداتي سادتي، مرحبا بكم من جديد في العروض العقارية اللي كتقدم لكم القناة ديال افائل. ومعكم طريق كما جرت العادة باش غادي نقوم بالوصف ديال واحد تحفة فنية اللي هي عبارة عن فيلا. قبل ما غادي نوصف لكم هاد الفيلا الضخمة كما كنقول اللي بثمن اللي هو جد محفز، ثمن اللي طرأ عليه واحد التغيير، وتغيير اللي هو ممتاز. الناس اللي كتقلب باش تشري فيلا، وكذلك الناس اللي كتشاهدنا، نطلب منكم هو الضغط على الزر ديال الاعجاب وكذلك البارطاج ديال هذا الفيديو، ربما يوصل احد من الاصدقاء وكذلك الاهل ولا الاقارب ممكن يكون كيقلب على هذا النوع من العقارات ويلقاه. اذا على بركه الله غادي نبدا الفيلا والتصوير ديال الفيلا من الاول ديالها، الا وهو الباب ديال هذه الفيلا. باب اللي هو بلاندي كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للمدخل ديال الفيلا هو هذا، كانوا بقاو معايا حتى الاخر باش غادي نكتشفوا بزاف ديال الاشياء. كاين واحد المطبخ بالشلال ديالو، كاين حمامات بلديين، كاين بزاف ما يتشاف. هنا اول حاجه وانا داخل هذه الفيلا هذه، الا وهي الكراج، فيلا بالكراج ديالها هو هذا. مساحة لي مزيانة كتهز السيارة. المدخل ديال الباب هو هذا، فيلا اللي ماليها طارحينها للبيع بمساحة ديال 200 متر مربع كاملة مبنية. ان الباب الرئيسي ديال هاد الفيلا هذه هو هذا، بهاد الديكورات وبهاد السخرافة. زعما الناس ماليها ما قصروش مجهدهم في لافينيسيون ديال هذا العقار، وغادي تكتشفوا معايا بزاف ديال الامور. حاجه ثانيه هي كاين مدخل ثانوي اللي هو هذا، كيدخلك نيشان للمطبخ ديال هذه الفيلا. ارضيه اللي كلها بالرخام، والرخام ديال القشور ديال الحوت كما كتشوفوا معايا هذا، ما الا في المدخل. اذا اجيو نكتشفوا ونشوفوا اللي كاين الداخل في وسط هذه الفيلا هذه. اذا كنقول لكم مرحبا بكم، كنعرض عليكم في هذا الفيديو باش تدخلوا تشوفوا معايا. اذا مرحبا بكم. اذا هذه هي الدخله ديال هذه الفيلا هذه. حنا داخلين تلقاو بعدا واحد الزربيه اللي مصاوبه من السليش، وكنلقاو هاد الصالونات الكبار اللي كلهم اناره بسبوت، كاين ليد وصالونات اللي هما كبار. فيلا اللي فيها جوج ديال الواجهات، جوج ديال الواجهات متقابلتين، فيها انكاف وفيها كذلك طابق اول. بالنسبه للصالونات بلا ما نقوم بالعبار ديالهم راهم باينين، الصالونات اللي هما كبار متسعين، ممكن يكون صالون دوبل سيجور، دوبل صالون سيجور. هاد العقار كيتواجد بمدينه مكناس، على مقربة ولا على واجهة من طريق الرباط. لا واجهة من طريق الرباط، بواحد لافاساد عندها كطلع على واحد الباركينغ كبير وحده جردة. إذا بحال هاد النوع ديال الفيلات ممكن يتستغل للسكن، وممكن تكون تجارية. كيفاش؟ ممكن تكون مثلا بحال قاعة ديال الحفلات والأفراح ولا مقاهي، لأن بداو كيتحلوا في هاد البلاصة مشاريع من هاد النوع، راه ممكن تستغل حتى في هاد الاشياء، ماشي تستغل فقط في السكن. روعه بمكان. وزائد الثمن اللي بقاو معايا باش غادي تسمعوا الثمن ديال هاد العقار، راه كنا حطينا هاد الثمن هذا بمبلغ اللي كان ديال 280 مليون، ولكن دابا لظروف ما مالين هاد العقار قرروا باش يخفضوا يطيحوا في الثمن، وصلوا ل 240 مليون. كنعاودها 240 مليون، وهذا الثمن راه ممكن يكون هناك نقاش وحوار من اجل اقتناء هذا العقار الناس اللي بغاوه. شوفوا معايا الزخرفه كي دايره، الديكورات كي دايرين. اعزائي المشاهدين، انتم الا كان عندكم شي عقار وبغيتوا تحطوه في البيع ونقوموا بالعمليه ديال الاشهار والعمليه ديال التسويق ديالو، فنحن راه للخدمه ديالكم جميعا. الارقام هي اسفل الفيديو، الرقم ديال الطريق اسفل الفيديو. حتى اللي ما لقاش الرقم مثلا متاح، راه ممكن اعاده الاتصال في بعض الاحيان، كيكون هناك اتصالات وارده، داكشي علاش كيتعذر اجابه. اذا هنا دخلنا باش غادي تشوفوا معايا فاسك،
ولا دوبل فاسك، الفاسك الاول الفاسك الثاني. شوفوا معايا غير سميتو ديالو الروبيني ديالو كيفاش كيتحل، كيخرج الماء من هنا. ديكورات اللي مختلفه، حاجه اللي كتثير الانتباه في هذا العقار هذا، كل بلاصه كتدخل ليها كتلقى شي حاجه اللي هي مختلفه. السانيتير ديالهم اللي منين مصاوب هذا العقار سانيتير دو كاليتي، ها نتوما راه كلشي تيبان. الزليج اللي الرخام كاين في كل بلاصه في الدار، الاينوكس كاين، الالومنيوم الضوء وزيد وزيد. دابا غادي تهبطوا معايا باش غادي نزيدو نعرفوا شنو كاين. دن سيداتي سادتي، وصلت بكم للطابق تحت ارضي. اول حاجه اللي كتثير الانتباه ديالنا في الطابق تحت ارضي هو حمام بلدي او قاعه او صونة. المدخل ديالها هو هذا، البلاصه ديال الفيسيا فين تبدل الحويجات ديالك. نتوما كتشوفوا معايا مختلفه الديكور والاشكال. وكندخلكم للحمام البلدي اللي فيه الخصه ديالو، الجليسه ديالو، وكل شيء راه خدام، كل شيء اوبيراسيونال. فيلا اللي مازال جديده، كل شيء مازال في الميكا ديالو. هانتوما كتشوفوا معايا بالنسبه للرادياتور ديال الحمام مازال في الميكا ديالو، السقايه ديال الماء، الروبينيات مازالين بالميكا ديالهم، البلاصه ديال الجليسات هانتوما كتشوفوا جليسه هنا جليسه هنا، وكلها دايرينها بالرخام من نوع ديال قشور الحوت. راه الناس اهل الاختصاص كيعرفوه وشحال داير في السوق. راه كيسخن هذا الحمام من التحت كامل، والبلاصه اللي دايز فيها الرخام، البلاصه اللي دايز فيها هذا الفو باركي كلها كتسخن. ونزيدكم بان كاين الرادياتور، وشوفوا معايا الفوق كيفاش داروا، كيفاش جا مقوس باش واخا تيلا تجمع الماء تيهبطوا النقيطات، كيبداو يهبطوا من هنا وكيهبطوا الشعليك، كيهبطوا فاش كيكون البلافون مستوي كيطيحوا، الوغ فاش كيكون محدب بحال هاد الطريقه هادي كيزلقوا بحال هكذا وكيهبطوا مع الجنابات بحال الحمام اللي كنشوفوا ديال الزنقه. دان عندنا هنايا دي بلاكار، الفيديو غادي يكون شويه طويل، ولكن باش نشرح لكم هذا الشيء كامل راه كيخاص يكون طويل هذا الفيديو هذا. هنا الحمام الثاني فيه المبل ديالو، ها هو فيه كذلك المرايات ديالو، تواليت، فاسك، واللي عندنا هنا هنا فين غادي تكتشفوا معايا سيداتي سادتي شيء اللي هو غريب غريب جدا. هنا راه مطبخ، هذا مطبخ اللي ممكن يكون ايكيبي واجد انسان، هما داروا لانستالاسيون مالين هذا العقار، كانوا غادي يحطوا كويزين ايكيبي، راه داير البريزات، البريز الاول الثاني الثالث، ممكن تحط في اي بلاصه بغيتي لي زانستالاسيون ديالك. وبالنسبه للباب الثانويه اللي وريتكم قبيله هي هذه، حاجه اخرى هي حتى بالنسبه لانستالاسيون ديال لير، ها هي كاينه هنايا لانستالاسيون ديال لاكليماتيزاسيون ديال الدار، راها بلايص كاملين وراه كاينه لانستالاسيون ديزا في الدار وديزا في الطابق الاول. هنا عندنا فاسك واحد اخر، بزاف ديال الحوايج كل بلاصه كتدخل ليها كتلقى شيء مختلف تماما على شنو شفنا. فيلا كنعاودها اللي كتواجد بمدينه مكناس على مقربه من طريق الرباط، اللي ممكن الاستعمال ديالها للسكن، ولا ممكن الاستعمال ديالها للمشروع كقاعه الحفلات، ولا كنقدروا مقهى، ولا راه ممكن. علاش؟ لان جات على الواجهه الرئيسيه للطريق على مقربه من السوبر مارشي ديال مرجان، وعلى الواجهه الرئيسيه وقدامها جريده اللي ممكن تستغل. الثمن ديالها اصبح هو 240 مليون فيلا اللي ابدعوا ماليها. حنا داخلين غادي ندخلوا لواحد لاكور، قبل منها كتلقاو واحد البومبا هي هذه، ولكن لا صالحه هذه البومبا، كنقول لكم بقاو معايا هنا غادي ندخلكم وتفهموني علاش صالحه هذه البومبا هذه. دان عندنا هنايا مطبخ
مطبخ واحد اخر، كاينه الشوديره ديال الحمام البلدي راها، وعاد غادي نكملوا تشوفوا معايا المطبخ كي جا، ونعطيكم واحد الهديه اللي هي هاد الشلال. هذا راه شلال كيخدم بالبومبا ديالو، راكم شفتوها معايا، شوف كيفاش مصور، شوفوا الديكورات والزخرفه كيفاش جا هاد الشيء. الشيء اللي هو رائع رائع جدا. وبالنسبه لهاد لي بلافون اللي كتشوفوا معايا راه كيمشيو بالضوء، كيمشيو كيتحلوا الكتريك. هاد الشيء اللي كتشوفوا الفوق في اللون الاحمر راه كيمشي بالضوء. مطبخ واحد اخر اللي ممكن يكون باربيكيو، ممكن انتما كما كتشوفوا معايا كاين الفران ديال البيتزا كاين بوحديتو هنا، وهذا كاينه واحد اخر هنايا بهذه الطريقه هذه ديال الحجار. وبالنسبه زعما ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذه الفتحه اللي كتشوفوا هنا ديال داك الحمام البلدي اللي صورت لكم من الداخل. مساحه ديال هذا العقار كما قلت ديال 200 او اكثر اللي كاينه فيه، فيه ثلاثه ديال لي نيفو، كاين تحت ارضي والطابق الاول والطابق الارضي بواجهتين متقابلتين على طريق الرباط بمدينة مكناس. اللي بغى يتصل بينا الارقام ديالنا كتبان لكم اسفل الفيديو. هادو هاد الضو اللي خارج هنا راه لانستالاسيون ديال لا كليماتيزاسيون، راه غادي نوريها لكم الفوق. تبقاو معايا باش غادي نطلعوا اعزائي المشاهدين نشوفوا الغرف كيفاش جاها وكيفاش دايرين. دابا حنا في الطابق الارضي، طلعت من الطابق تحت ارضي الطابق الارضي باش نتجه نوريكم الغرف. كما كتشوفوا معايا بالنسبه للدروج فيهم الرخام. وصلنا باش غادي نكتشفوا الغرف وحده بوحده. هنا حنا طالعين هما هادو الغرف كينقسموا لثلاثه، عندنا الاولى الثانيه الثالثه. غرف كبار ماشي غرف صغار، فيهم البلاكارات ديالهم، فيهم ديكورات مختلفين. الشراجم راهم كبار ماشي بلاكارات واجدين، مازال غادي نكتشفوا حوايج اخرين. حتى هنا كاينه لانستالاسيون ديال الكليماتيزاسيون كاينه في الدار، وهذه راه غرفه ديال الوالدين. من الغرفة ديال الوالدين هي هادي، غرفة اللي هي كبيرة، واللي غادي نزيدكم والهدية ديال هاد العقار هي أن التسانيتار ديالو كتشوفوا معايا مازال كلشي في الميكا ديالو، لافابو، لي تواليت، البيدي، وكذلك هاد التيجاكوزي اللي كاين هنايا. شوفوا معايا الغرفة ديال النوم شحال كبيرة، راس الناموسية لهيش، راجم كبار على قد الحيط كامل. نزيدكم كاين هاد الديكور قدامها. كيما قلت لكم لانستالاسيون راه دايزة ديال لاكليماتيزاسيون كلها، راه دايزة في الغرف بثلاثة. قدنا الحمام تا هو مازال كلشي بالميكا ديالو كما كتشوفوا معايا كتشاهدوا. وعندنا الغرفه رقم 3 فيها الحوايج ديال هذا العقار، تيار نفس الطريقه باش نصاوبوا. وغادي نطلعوا دابا نشاهدوا
شنو كاين في السطح ديال هاد العقار. بلاصة لانستالاسيون ديال شوفو لانستالاسيون ماشينة لافي كلهم كاينين هنا. كاينة طواليت وحدة أخرى بالدوش ديالها بكل شيء، وكاينة بيت وحدة أخرى اللي ممكن تستغل مثلا الضياف ولا شي حاجة. و تيبقى لنا السطح هنايا. إذن أعزائي المشاهدين، وصلت للختام ديال هذا الوصف ديال هذا العقار المتميز. كنتمنى يكون عجبكم، ما تبخلوش علينا بالضغط على الزر ديال الإعجاب وكذلك الاشتراك في قناة أفائل. طريقتي يقول لكم مع السلامة، ولا عندكم شي عقار اتصلوا بنا.